طيب كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة. كل مطلوب مننا دلوقتي هنطلع ورقة هنشتغل عليها وش وظهر. في وش الورقة هنكتب اسمنا الثلاثي وتاريخ النهاردة واسم الكورس بتاعنا. النهاردة 9/5/2024، 9/5/2024، واسم الكورس بتاعنا تاريخ ونظريات العمارة الفرقة الثانية الترم الثاني، واسمك الثلاثي. خلاص كده اهوت. وهبدأ في وش الورقة ارسم السكشن ده. والسكشن ده سكشن مقترح في مبنى اداري. تحت وظيفته في بورصة، وفوق في عندي ادارات ليها علاقة بالبنوك. طيب لما اجي ابص على السكشن ده اللي احنا حاليا هنرسمه وهنبدأ نشرح عليه بالخلال الليبلز او الاسهم، هتلاحظ ان السكشن ده مبنى متعالي الطوابق، مبنى مرتفع جدا، وفي كمان ادوار بدرومات، يعني في كام دور تحت الارض. طيب وفي بعض الافكار اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي اللي احنا هنحاول نبحث عنها لما نيجي نصمم مبنى اداري. لان مبنى البنك في الغالب بيبقى مبنى تحت بنك وفوق ادارات، وممكن يكون بيشمل صرافه وممكن يكون بيشمل كام بورصه. طيب السكشن المقترح ده عباره عن ايه؟ عباره ان في عندي دور بدروم اول ودور بدروم تاني، وفي سكاي لايت في الجنب اهو بيدخل اضاءه وتهويه للبدرومين اللي تحت. يبقى اول ميزه في السكشن اللي نرسمه ده ان بدا يعمل حاجه شبه الانجلش كورت. يعني ايه انجلش كورت؟ يعني في مساحه بينيه محفوره بين المبنى وبين الارض. مساحه مبنيه محفوره بين المبنى وبين الارض، حفرها ليه؟ حفرها عشان تدخل لي اضاءه وتهويه للادوار البدرومات، السفليه. عاملها هنا على ايد الشمال وعاملها كمان هنا على ايد اليمين. برضو الحته ايد اليمين ديت عباره عن فراغ فويد عشان يدخل لي اضاءه وتهويه للادوار اللي تحت الارض. ودي اول حاجه استفدنا منها في السكشن ده، فكره ان هو بدا يحذف جزء جنب المبنى عشان يدخل له اضاءه وتهويه للجزء السفلي اللي موجود تحت الارض. طيب هتلاحظ في قلب المبنى تحت في كوره كده عباره عن شكل بيضاوي او دائري. اهي الكوره ديت اللي هي على شكل بيضاوي او دائري دي البورصه. ارتفاعها من جوه كبير اهو. والجزء العلوي ده معمول زي فخ السكاي لايت. هقول تاني، الجزء العلوي ده معمول زي فكره السكاي لايت. بس سكاي لايت ايه؟ ده تحت في قلب المشروع وتحت. يعني مش هدخل اضاءه وتهويه. فليه معمول كده؟ معمول كده علشان في الدور الارضي والاول والثاني في اوبشن ان الناس الجماهير الموجوده فيه تعرف تبص على البورصه، فبالتالي تتابع تطورات اللي موجوده في البورصه اللي هي الاسهم بتاعت الصعود والهبوط بتاعت الاسهم. فبالتالي وانا موجود هنا او هنا او هنا او هنا هينفع ان انا ابص على الازاز ده، الكره الازاز ديت، فبالتالي اتابع الشاشات العملاقه الموجوده جوه البورصه اللي فيها تغير الاسعار، وهبقى كاشف كل حركه الموظفين الموجود جوه البورصه. ده نوع من انواع الشفافيه. يبقى اول استفاده استفدتها من السكشن ده ان دور البدروم الاول والثاني دخلهم اضاءه وتهويه من خلال فكره ان في عندي سكاي لايت وفي حته محفوره اللي هي شبه الانجلش كورت. تاني حاجه ان في عندي في قلب المشروع في عندي بورصه، والبورصه موجوده على شكل كوره وفي زي سكاي لايت شبه السكاي لايت، بس مش سكاي لايت. السكاي لايت بيبقى موجود عندي فوق سطح المبنى بيدخل لي اضاءه وتهويه او على الاقل اضاءه بس. اما ان هو لا، ده الغرض ان هو معمول بالشكل ده عشان يعمل اتصال بصري ما بين الادوار اللي هو الدور الارضي والاول والثاني والناس اللي موجودين جوه البورصه، فبالتالي انا بشايفهم ولامحهم ومتابع حركتهم ومتابع حركه تغير الاسعار. لو انت لاحظت ان هو الارتفاع دور الهاي، اما هنا ارتفاع دور عادي، وهتلاحظ على الحدود الخارجيه في حركات في تنقلات. بمعنى
لو انا بقى بدات الموضوع من فوق خالص تمام كده اهوت، هتلاحظ ان في اخر ثلاث ادوار اهو هعمل زوم ان عليه، اخر ثلاث ادوار بدا يعمل ايه في اخر ثلاث ادوار؟ في اخر ثلاث ادوار بدا يعمل ايه؟ بدا ياكد لي على السكاي لايت، بيستغل اخر دور وبدا يحط فيه سكاي لايت تمام؟ يعني حاجه كده ازاز بدخل لي اضاءه وممكن تتحرك فتدخل لي كمان تهويه. وبدا قلب المشروع في اخر ثلاث ادوار يفرغه، يعمل فيه فويل. ومش بس يفرغه وكمان يزرعه، بدا يعمل فيه جرين. طب ليه يعمل كده؟ عشان يعمل اتصال بصري في الاداريين الموجودين عندي في اخر ثلاث ادوار، فبالتالي الشخص اللي هنا يقدر يشوف اللي هنا، واللي هنا يقدر يشوف اللي هنا. خلاص كده؟ ففي اتصال بصري وتواصل ما بين اخر ثلاث ادوار في المبنى الاداري ده. هنزل بقى تحت شويه هقارن بعينيا ما بين اخر ثلاث ادوار والثلاث ادوار اللي تحتهم. هتلاحظ بدل ما هو مفرغ نص الكتله بدا يفرغ المساحات البينيه الموجوده على اجناب الكتله، المساحات الموجوده على الاجناب. ليه؟ عشان برضه هيعمل اتصال بصري ما بين الدور ده والدور ده والدور ده. مش بس كده كمان، وبدا كمان يزرع جرين، بس بدل ما يزرعها في قلب المشروع بدا يزرعها على الحدود الخارجيه من الجنب. يبقى اخر ثلاث ادوار متصلين مع بعض بصريا، والثلاث ادوار تحتهم برضو متصلين مع بعض بصريا بس بشكل مختلف، بتصميم مختلف. طيب لما اجي انزل اكتر واكتر اهو، هتلاحظ ان رجع تاني في الاربع ادوار في قلب المشروع تمام، بدا يعمل اتصال بصري في السنتر لاين، سنترلايزد اللي هو في قلب المشروع، عشان برضو الشخص اللي هنا يشوف اللي هنا، واللي هنا يشوف اللي هنا، واللي هنا يشوف اللي هنا، اللي تحت يشوف اللي فوق، واللي فوق يشوف اللي تحت، بس على ارتفاع اربع ادوار بس، على ارتفاع اربع ادوار بس. وكمان بدا يعمل جرين على حدود المبنى الخارجي بس في كل دور منفصل. طيب لما اجي انزل اكتر واكتر اهو، ظهرت البورصه معايا اهو، وبدا يظهر اتصال بصري، بعض الادارات متصلين بصريا من الجنب، وبعض الادارات متصلين من السنتر لاين، وظهرت البورصه معايا. فبالتالي بقى بعض الادارات بقت تقدر تبص على البورصه بشكل مباشر، وكل ما هنزل تحت كل ما انا هقرب للجمهور، كل ما هنزل تحت كل ما هقرب ان في اماكن ممكن الجمهور يوصل لها. طيب السؤال دلوقتي في ايه؟ السؤال دلوقتي كان ممكن المبنى الاداري الطور المرتفع ده كان ممكن الاركتكت المعماري كان يقدر يعمل فويد فراغ اوبن كورت او اتريوم من اول الدور البدروم لحد السكاي لايت الموجود عندي في اخر دور، كان يقدر يعمل كده زي مجمع تحرير كده عندنا. طيب ليه ما عملش كده؟ فكر كده، ليه ما عملتش الفويد الكبير الرهيب ده؟ طيب هوريكم دلوقتي حاجه كده اهوت، كنا بس طرحنا السؤال اللي هنجاوب عليه قبل ما نشوف الحاجه دي. فكره ليه ما عملش فويد من اول دور لاخر دور فوق؟ عشان في ناس كتير مننا، في ناس كتير مننا عندها فضل الارتفاعات، يعني مجرد ما هي بتبقى في دور علوي وفي فويد كده جاي من الدور العلوي لحد تحت تخاف تقرب منه تمام كده اهوت. فبالتالي هنا على المستوى النفسي خاطب الناس اللي عندها فوبيا من المرتفعات ان هي ما تخافش. ليه؟ لان كل واحد هيبص هي نفسه في دورين ثلاثه بس، الفويد على ارتفاع دورين ثلاثه، فدي ميزه كبيره. انت مش بتشوف 10 ادوار ولا 12 دور، انت بتشوف بس دورين ثلاثه، فبالتالي ما بتخافش. رقم اثنين، لاحظ ان فكره الاتصال القوي ما بين ادوار وبعدها لما بيعادي ثلاث ادوار بتفقد قوتها. بتفقد قوتها ليه؟ لو انا عملت الفويد ده من فوق لحد تحت، وحد فينا حب ان هو يبص لحد فوق خالص، حتى لو شافه مش هيعرف يشوف هو مين. يعني فكره اتصال البصر ان هو يدرك ده مين، مش عارف يدرك تمام كده اهوت، ما بين واحد في الدور البدروم وواحد في الدور 12 و13 اللي فوق. اولا صعب ان هو يشوفه، ثانيا صعب ان هو يدركه حتى لو شافه. فبالتالي الفويد فقد نسبه تمام كده. وعشان كده اهوت هنا الارت تفكر ان هو يعمل فويد في ارتفاعات مختلفه، مره في القلب ومره في الجنب، عشان يعمل اتصال بصري ويكسر حته فضل الارتفاعات اللي عند بعض الناس.
تمام كده يا جماعه؟ طيب في بعض زمايلنا رسموا سكتش بالشكل ده، لو نور رسموه كده، دول زمايلنا في السنه اللي فاتت واللي قبلها رسموا حاجات زي كده، بداوا يرسموا بالقلم وبداوا يلونوا وبداوا ان هم يكتبوا عليه بشكل مباشر، سواء بيكتبوا في القلب او بيكتبوا في الجنب بالشكل ده. طبعا انا مش بعد وراك الواو، لكن انا بشوف ان انت فهمت ولا ما فهمتش، يعني الفيصل بيني وبينك ان انا مش بعد وراك عدد الادوار ولا بشوف تفاصيل الفكره، لكن الفكره ان انا بشوف انت فهمت ولا لا. طبعا دي مش تيبيكال، دي خلاص كده في فرق بين الاثنين، بس انا مش ببص وراك انت عاملها تيبيكال ولا لا، المهم ان انت عامل الفكره مظبوط، عاملها بقى كده عاملها كده مش هتفرق معايا، المهم ان انت فهمت اللي انا عاوز اقوله. طبعا الميزه ان هو وعند زمايلك برضو ان هو بداوا يعملوا جنب السكاي لايت جرين روف، وبداوا كمان يعملوا جرين هول، يعني بعض الافكار المرتبطه بيه زراعه الاسطح وبعض الافكار المرتبطه بيه زراعه الاوجه او الوجهات، فدي كلها افكار مبتكره محتاجينها في مشاريعكم. احنا محتاجين في مشاريعكم تكون مشاريع مستقبليه فيها افكار جرين روف، فيها افكار جرين هول، فيها افكار اللي علاقه بالسستينابيلتي اللي هو البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد البيئي، وفيها كمان فكره الريسايكلينج اللي هي التدوير، تدوير الميه وتدوير المخلفات وكل الافكار المبتكره الحديثه اللي العالم تمام كله شغال عليها. طبعا هنرسم السكتش وهنحاول نظهره، وكمان هتشرح عليه من خلال الاسهم زي كده. اللي عاوز يصور ده يصور، اللي عاوز يصور الثاني يصور براحته، هو ده كله شبه بعضه. انا مش اللي مش شايف، انا بعمل زوم ان اهو على سكتش زمايلنا، اللي مش شايفه انا بعمل زوم ان اهو عشان نشوف التفاصيل وتشوف الكلام المكتوب والشرح اللي هما شارحينه على السكتش. ده زمايلكم السنه اللي قبل اللي فاتت عملوه في 4/5/2022، 14/5/2022. ما تنساش تكتب اسمك الثلاثي وتاريخ النهارده واسم الكورس بتاعنا. طيب ظهر الورقه هرسم فيها سكتشز زي كده، برضه هكتب اسم الثلاثي وتاريخ النهارده واسم الكورس بتاعنا، وعباره عن ثلاث سكتشات فيهم فكره كتل منفصله، وهبدا اربطهم من خلال مسارات حركه. ده اول سكتش، سكتش بسيط خالص عباره عن ثلاث مباني جنب بعض، وفي الدور الاول فوق الارضي عملت لينك بيربط ثلاث مباني ببعض، الموضوع بسيط خالص. الثلاث مباني دول كان في مبنى اداري طور اداري، وفي عندي مبنى بورصه ومبنى بنك، تمام كده، كانه مبنى اداري ومبنى بورصه ومبنى بنك، وربطت الثلاثه ببعض من خلال ان عند الدور الاول عملت لينك، تمام، عباره عن ممر مشاع عشان اربط المباني ببعضها. فكره لان انا في مشروعي لو انا هصمم مبنى اداري وكمان مقر بنك وكمان بورصه مش هينفع يبقى الثلاث مباني منفصلين، لازم اربطهم مع بعض، وفي نفس الوقت ممكن يكون وسيله من وسائل التربيط هو مسار الحركه بتاع الموظفين، خلاص كده، فممكن اعمل حاجه زي كده، يبقى في همزه وصل وربط ما بين الثلاثه بالشكل ده، ما بين المبنى بتاع الاداره الباور والمبنى بتاع البورصه والمبنى بتاع البنك. طيب السكتش اللي بعده او اللي تحته هو نفس الترتيب اهو، بس كل اللي عمله ان هو جمع المبنى الاول والثاني مع بعض،
اصبح بقى عنده مبنيين متصلين مع بعض ومبنى الثالث لوحده. فبالتالي ربطوا من خلال الدور الارضي. ده برضو مبنى بنك فيه بدروم وفي عندي ادوار متعدده بس مش كبيره، وده البورصه، ودوت المبنى الاداري اللي كله موظفين. بدي فكره رقم اثنين، انه ربط ما بين المبنى الاداري وبين البورصه، وخلى المبنى البنك بعيد شويه بس عمل ربط من خلال الدور الارضي، ان هو عمل مسار حركه مغطى بشيء. مسار حركه مغطى بشيء. هنرسم الثلاثة باستكشاف بسيط كده. رسمنا اللي فوق دوت، بعد ما هخلصه هرسم اللي تحت ده اهو اللي في النص، وبعد ما هخلصه هرسم بقى مقترح ثلاثة. يبقى في عندي دلوقتي سكتشين فوق بعض، دي الفكرة الأولانية ودي الفكرة الثانية، أو ده المقترح الأول وده المقترح الثاني. ليه ثلاث مباني جنب بعض؟ مبنى إدارة طور مرتفع قوي كله إدارات وموظفين، مبنى بورصة ومبنى بنك، وكأن ثلاث مباني منفصلين عن بعض، ده اللي فوق. عملت همزة ربط ووصل من خلال لينك في الدور الأول. الثاني المقترح الثاني اللي تحت، عملت دمج ما بين المبنى بتاع الإدارة الموظفين والمبنى بتاع البورصة، كان عملت دمج بينهم. الاثنين دمجتهم مع بعض. خلاص؟ وعملت همزة ربط ووصل من خلال الدور الأرضي عشان مبنى البنك مازال بعيد. طيب المقترح الثالث لبرضه نفس الثلاث تكوينات، ها؟ ان في عندي كتلة مبنى إداري وكتلة بنك وكتلة بورصة، تمام؟ ويكاد يكون كتلة البنك والبورصة ارتفاعهم متقارب. بدأ يعمل همزة ربط ووصل ما بين الدور العلوي هنا والدور العلوي هنا، والدور موجود في وسط الكتلة هنا. تمام كده اهوت؟ ممكن يكون همزة الربط والوصل دوت، ممكن يكون سير متحرك، ممكن يكون سلم متحرك، ممكن يكون كوريدور، ممكن يكون لينك، ممكن يكون مصعد متحرك، ايا كان هو ايه. ايا كان هو ايه. طيب دي كلها افكار بسيطة ومقترحة غير مدروسة بشكل دقيق، عشان ما يصحش يكون عندي المبنى بتاعي في مشروعي يكون البورصة منفصلة عن المبنى الإداري منفصلة عن البنك، ما يصحش. حتى لو ثلاثة مباني مختلفة محتاج إن أنا أربط بينهم بشكل ما. خلاص كده؟ يبقى انا دلوقتي هرسم ثلاث سكتشات دول، وهقول مقترح واحد ومقترح اثنين ومقترح ثلاثه، وكيفيه الربط ما بين مبنى الاداره الموظفين ومبنى البورصه ومبنى البنك. لو انا عندي طور متعدد الارتفاع كله اداره، وعندي مبنى بورصه منفصل عن الاداره او الموظفين، وفي عندي كمان مبنى ثالث اللي هو مبنى بنك. ما تنساش تكتب بياناتك بالكامل على الورقة برضه لو انت بتعمل ورقة تانية. طيب انا دلوقتي هطلع ورقة تانية وهبدأ اعملك زوم ان على السكتشين دول، وده سكتش مقترح لقطاع في مبنى بنك. سكتش مقترح سكشن في مبنى بنك، بنك بس ما فيهوش بورصة ولا في اداره متعدده الارتفاعات، يا دوبك في الموظفين الموجودين في البنك وفقط. طيب هتلاحظ في المبنى بتاع البنك ده السكشن ده عباره عن بدروم وارضي واول بس. بدروم وارضي واول بس. خلاص؟ دور البدروم فيه خزن. طب ليه ما خلاش الخزن في الدور الاول او الثاني؟ لوجيك مش كده؟ عشان خاطر الحمايه. لو عملته في الدور الاول والثاني سهل ان هو يتسرق. وكمان لو المبنى اتهد هيقع معايا. اما لو عملت تحت الارض بالشكل ده وغلفته بكوخ خرسانه مسلحه حواليه، ده معناه لو حصل اي حاجه فوق الارض مش هتتاثر، الخزن تحت الارض مش هتتاثر. تمام؟ صعب ان حد يوصل لها.
فبالتالي في السكشن المقترح ده في دور بدروم عباره عن خزن، فوق الخزن في عندي اداره على الناحيه اليمين، اما على الناحيه الشمال في عندي صرافه، وفوق الصرافه في جمهور. طيب انا بقى كجمهور عاوز اخش البنك، هخشه منين؟ من اليمين ولا الشمال؟ لا هخش من الشمال، من ناحيه الشمال، من ناحيه الصرافه. خد بالك الصرافه ديت، مكتب الصرافه ده مكتب مخصص للجمهور. لو انا معايا سي عمله وعاوز ابدلها تمام باي عمله ثانيه، من حقي تمام كده اهوت بشكل قانوني اروح لمراكز الصرافه المعتمده وابدل العمله بتاعتي. خلاص كده اهوت، يبقى الصرافه دي موجوده عندي في البنك وكانها محل بيطل على الخارج على اساس ان هو جزء منفصل ممكن يتواصل مع الجمهور بشكل مباشر. ومش شرط يكون في البنك، في مكان الصرافه كمان بره البنك. يبقى انا كجمهور اخش من هنا. لقيت في صرافه، فوق الصرافه في مدخل بتاع جمهور، وفوقيه في سكاي لايت. وفي اعداد للجمهور اللي هي المعاملات البنكيه، قاعه المعاملات البنكيه المخصصه للجمهور، هي اللي فوق دي بتاعت الجمهور. طيب انا بقى كموظف البنك هخش منين؟ انا كموظف شغال في البنك هخش من ناحيه اليمين. يبقى اصبح السكشن دوت في فصل في مصراته وحركه، كل ما هو مدخل يمين ده اداريين، كل ما هو مدخل شمال ده جمهور. خلاص كده؟ يبقى اليسار جمهور واليمين ده الاداريين. طيب في سؤال في غايه الاهميه، هي الخزن موجوده تحت زون الاداريين ولا تحت زون الجمهور؟ لا، الخزن موجوده تحت زون الاداريين، وده برضه لوجيك، درس بنتعلمه. ان انا لما هاجي احط خزن هحطها اقرب ما يكون للزون المخصص للاداريين، عشان في بعض الاداريين هينزلوا تحت في الخزن، في بعض الموظفين بيبقوا شغالين في المكان ده، فبالتالي مش هيخش مدخل الجمهور، وكمان نوع من انواع الامان. خلاص كده؟ يبقى انا حطيت الخزن تحت الارض وفي الزون اللي هو تحت تمام الموظفين، الزون اللي تحت الاداريين. طيب هو في كام موظف، كام اداري موجود عندي في البنك؟ بشكل عام كده في ثلاث انواع من الاداريين او الموظفين جوه البنك. خلاص كده؟ اول نوع من انواع الموظفين، في موظف موجود في قاعه المعاملات البنكيه بتاعت الجمهور، في موظف مكتبه خلاص كده في المكان اللي الجمهور بيقعد فيه. اسمه ايه بقى؟ اسمه خدمه العملاء. يا موظف خدمه العملاء مكتبه هنا، الجمهور بيشوف قاعد فين وبعد مع الجمهور. طب انا دلوقتي عاوز اقابل موظف خدمه العملاء، عادي اول ما بخش على البوابه بعدي باخد تيكت الموظف الموجود وباخد دور وبروح لخدمه العملاء اللي هو بيبقى في نفس الحيز بتاع الجمهور. طيب تاني موظف عندي في البنك موجود عندي في منطقه انتقاليه ما بين الجمهور وبين الاداريين، ده اللي موجود عندي ورا الكاونتر اللي هو موظف بتاع الخزنه بتاع المعاملات البنكيه بتاع اللي هو بيتعامل مع الجمهور بشكل مباشر عشان خاطر تمام في سحب او ايداع او غيره. فين بقى في القطاع ده في السكشن ده؟ هنا بص كده معايا الحته دي، يبقى الحته البنيه ديت فيها موظف تاني في منطقه انتقاليه بين الجمهور وبين الاداريين، وده موظف في النوع الثاني من الموظفين. يبقى عندي في موظف موجود مع جمهور وموظف موجود هنا ما بين الجمهور وبين الاداريين. الحته اللي على الشمال دي ده جمهور قاعه معاملات بنكيه. خلاص؟ في موظف قاعد معاهم مع جمهور اسمه خدمه عملاء. في بقى موظف تاني موجود ورا الكاونتر، الكاونتر موجود هنا، الكاونتر ده خط فاصل ما بين الجمهور وبين الاداريين. تمام كده؟ ففي موظف موجود ورا الكاونتر انا بكلمه وهو بيكلمني، بس ما ينفعش ان انا اعديه، ما ينفعش ان انا اتعدى الخط الكاونتر ده. ده بتاع الخزن وبتاع صاحبه الايداع. خلاص كده؟ يبقى ده موظف موجود في منطقه انتقاليه بين الجمهور وبين الاداريين. طيب اخر موظف موجود عندي في البنك موظف ولا بيشوف الجمهور ولا الجمهور بيشوفه. خلاص كده اهوت، اهو بقيت خالص عن الجمهور. ده بتاع المراجعه وبتاع الحسابات وبتاع كل الحاجات الاجراءات اللي انت ما بتشوفهاش بعد هنا. يبقى انا دلوقتي البنك عندي فيه ثلاث انواع من الموظفين، في موظف قاعد في قلب الجمهور مع الجمهور، في موظف قاعد بعيد خالص عن الجمهور ولا بيشوفه ولا الجمهور بيشوفه، وفي موظف عندي اخير اللي هو بين الاثنين. فهمت كده اهوت؟
طيب هرجع تاني واقول اهو، يبقى انا برسم السكتش ده هكتب ان في عندي في البنك ثلاث انواع موظفين باينين في السكشن، موظف بعيد خالص عن الجمهور، موظف مكتبه مع الجمهور، وموظف موجود في مساحه انتقاليه ما بين الجمهور وبين الاداريين اللي انا ما بشوفهمش اللي هو موجود ورا الكاونتر. خلاص كده؟ وان الخزن موجوده تحت الاداريين. وان الصرافه موجوده تحت الجمهور. خلاص كده اهوت؟ ان الصرافه بتخص الجمهور. ده سكشن، سكشن مقترح موجود في بنك. في بقى سكشن تحته يكاد يكون الفكره متقاربه. بص كده السكشن اللي تحته اهو. يكاد يكون الفكره بتاعته متقاربه. السكشن اللي تحته دوت عكس. خلى مدخل الجمهور بدل ما هو على الشمال ده على اليمين. وبدل ما هو في الدور الاول بقى في الدور الارضي. وخلى مدخل الاداريين بدل ما هو على اليمين بقى على الشمال. خلاص كده اهوت؟ وعشان هو نقل المدخل بتاع الاداريين ومكان الاداريين على الشمال فخلى كمان الخزن على الشمال. تمام كده يا جماعه؟ بس نفس الفكره. اه هنرسمه برضه. يبقى عندي نقط على اليمين مدخل الجمهور وقاعه المعاملات البنكيه الخاصه بالجمهور. على الشمال مدخل الاداريين والخزن وفوق المكان المخصص للاداريين. عندي كام نوع من الاداريين؟ برضه ثلاثه. خلاص كده؟ في اداري موجود هنا مع جمهور اسمه خدمه العملاء. وفي اداري موجود هنا هو في زون انتقالي في مساحه بينيه ما بين الجمهور وبين الاداريين. وفي بقى رقم ثلاثه موظف الاداري اللي هو بعيد عني خالص، هو فوق خالص ده. ولا بشوفه ولا هو بيشوفني. ولا هو بيشوف الجمهور ولا هو انا بشوفه ولا انا بشوفه. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى في موظف هنا وفي موظف هنا وفي موظف فوق خالص هنا. يا برضه السكشن ده محقق لي فكره الثلاث اماكن للموظفين الموجودين عندي في البنك. في موظف خدمه عملاء موجود في قاعه الجمهور، في موظف اللي هو ورا كاونتر استعلامات بتاع الخزنه بتاع السحب والايداع وغيره، وفي موظف اخير بتاع حسابات ومراجعات انا مش راقبه خالص اللي هو فوق ده. برضه ميزه السكشن ده ان هو عامل لي كرتن وول زي سكاي لاين. السكاي لاين بيبقى عندي فوق سطح المبنى، اما الكرتن وول بيبقى موجود عندي حيطه كانها حيطه على حدود المبنى. تمام؟ بس اقرب ما يكون للفيرتيكال مش هورزونتال. فاصبح ان هو بدل ما يعمل سكاي لايت عمل كرتن وول عشان يعمل اتصال بصري بين تحت وبين اللي فوق. ده بالنسبه للجزء المخصص للاداريين. تمام كده اهوت؟ وهنا في اتصال بصري ما بين ده وبين ده عشان انا كجمهور ممكن اطلع فوق اتعامل مع الموظف اللي فوق ده من خلال الكاونتر، كاونتر استعلامات. طيب اللي عاوز يصور يصور، وهوريك دلوقتي سكتشات زمايلك لما عملوا سكتشات زي كده. طيب بعض سكتشات زمايلك اهيت وهم بيشرحوا. زمايلك وهم قاعدين زيك كده وعاملين يشرحوا، رسموا سكتشين اهو وكاتبين كل الكلام احنا قلناه. كتبوا الماتيريالز، كتبوا فكره الاتصال البصري، كتبوا فكره ان في ثلاث انواع من الاداريين او موظفين، كتبوا فكره الفصل المستوى الحركه، كتبوا فكره الكرتن وول، كتبوا فكره ان الخزن تحت الاداره مش تحت الجمهور. تمام؟ ومش تيبيكال السكتش، يعني ممكن السكتش يتغير مفيش مشكله. طيب الغرض من السكتشات اللي بنرسمها مش انا بختبر انت بتنقل، بختبر ان انت فاهم. فيعني اللي عاوز يعدل يغير مفيش اي مشكله، المهم ان انت فهمت الفكره عباره عن ايه. انا مش هعد وراك الخطوط ولا هعد وراك الادوار ولا هعد وراك الكلام ده، انا اهم حاجه انت فهمت ان في عندي حاجه اسمها فصل فصلات الحركه بين الجمهور وبين الموظفين، فهمت ان في عندي خزن تحت الارض تحت الاداريين، وفهمت برضو ان في عندي ثلاث انواع من الموظفين، في نوع موجود مكتبه في قاعة الجمهور في قلب الجمهور، في نوع من الموظفين الفاصل بينه وبين الجمهور كاونتر استعلامات،
وفي نوع من الموظفين الجمهور ما بيشوفوش خالص، ولا هو بيشوف الجمهور ولا الجمهور بيشوفه. اللي عايز يحط افكار تانية يحط. احنا قلنا دلوقتي في سكاي لايت وفي عندي كيرتن وول. اللي عاوز يحط بعض الجرين مفيش مشكله. اللي عاوز يحط اي افكار تانية غير اللي احنا بنقولها مفيش مشكله. ما تنساش تكتب اسمك الثلاثي وتاريخ النهارده واسم الكورس بتاعنا على السكتش ده. النهارده 9/5/2024 واسمك الثلاثي واسم الكورس بتاعنا تاريخ نظريات العماره الفرقه الثانيه الترم الثاني. تاريخ نظريات العماره الفرقه الثانيه الترم الثاني. اللي معايا في نفس الورقه اللي معايا اكتب اسم الثلاثي وتاريخ النهارده واسم الكورس بتاعنا 9/5/2024 واسمك الثلاثي واسم الماده بتاعتنا تاريخ نظريات العماره الفرقه الثانيه الترم الثاني. وهبدا ارسم بلان مقترح لبنك، وده بيجي في الامتحان. ايه السؤال اللي بيجي في الامتحان؟ هقول لك مطلوب رسم سكتش مسقط افقي لبنك. خلاص كده اهوت، مطلوب رسم سكتش مسقط افقي كروك يعني لبنك، موضح عليه قاعه المعاملات البنكيه، القاعه المخصصه للجمهور بتاعت المعاملات البنكيه، موضح عليه تمام كاونتر استعلامات. الكاونتر اللي هو هيبقى فيه عندي بعض الاستعلامات، وهيبقى فيه عندي التعامل مع الموظفين في السحب والايداع الى اخره. برضو الجزء المخصص لخدمه العملاء، سلم لو انا عندي قاعتين فوق بعض، والموظفين اللي انا مش علاقه بيهم خالص اللي هم موجودين عندي ورا كاونتر الاستعلامات، ومكان المدير المقترح، مكان مقترح للمدير، واماكن السلالم والحمامات والخدمات الى اخره. كل ده هيبان معايا في البلان اللي بنرسمه ده، وده بلان لمبنى متنفذ. ده مسقط افقي للبلان تمام بتاع البنك الاهلي. مسقط افقي الخاص بمشروع البنك الاهلي اللي هو فرع اظن مدينه نصر على ما اتذكر يعني. اهو بص كده اتاكد برضو اهو. لا فرع العاشر. مسقط افقي تمام لمشروع البنك الاهلي فرع العاشر. اوكي كده يا جماعه. ده بحث يا جماعه في منتهى الاهميه، البحث ده معاكم موجود معاكم في 13 دقيقه انتوا خدتوها مني في اول الترم تمام كده اهوت. فالبحث ده في غايه الاهميه، فانا اخترت منه بلان اوكي اللي هو البلان بتاع البنك الاهلي ده اهو. واحد دلوقتي هنقعد نشتغل عليه عشان اوضح لك اللي احنا شرحناه على السكشن ازاي بيظهر في البلان. عشان اوضح لك اللي احنا شرحناه في السكشن ازاي بيظهر في البلان. وخد بالك وانا بذاكر عشان خلاص احنا ان شاء الله كده بنقفل. الاسبوع جاي اخر اسبوع في دراسه باذن الله بالنسبه لنا. وانا بذاكر تمام لازم من كل توبك احنا عملناه اختار منه مشروع على الاقل ابقى عارف ارسم البلان بتاعه والسكشن بتاعه. يبقى قبل ما اخش الامتحان خلاص لازم اعدي على مشروع. المدارس لازم ابقى عارف في بلان مدرسه انا اعرف ارسمه وسكشن مدرسه اعرف ارسمه. بقى ده المينيمم بتاعنا. ففي عندك 3 دي لو عندك واجهات يبقى خير وبركه. نفس الكلام المتاحف، نفس الكلام لازم يكون في عندي بلان ما اعرف ارسمه وسكشن اعرف ارسمه عشان اشتغلت عليه. نفس الكلام الفنادق خلاص لازم بعرف في سكشن وفي بلان اعرف ارسمه. واشهر حاجه في البيسيل فيها في الامتحان اللي علاقه بالفنادق هو بلان الغرفه الفندقيه. نفس الكلام المستشفيات، اشهر حاجه بيسيل فيها المستشفيات بلان الغرفه في المستشفى، وبرضه بقى انا عارف مشروع المستشفى اعرف البلان بتاعه هيترسم ازاي والسكشن بتاعه. نفس الكلام البنك، لازم انا ابقى عارف مشروع معين على سبيل المثال مشروع زي ده اعرف ارسم البلان والسكشن بتاعه عشان ما استلف في امتحان يعني ممكن استلف على بلان والسكشن. وممكن استلف على بلان والسكشن مالهمش علاقه ببعض. يعني ممكن اقول لك حط لي سكشن مقترح وسؤال ثاني اقول لك حط لي بلان مقترح. وممكن سؤال اقول لك حط سكشن وبلان. تمام؟ بلان وسكشن. فدي كلها افكار مقترحه. طيب ليه اخترنا المشروع ده اهو؟ ليه اخترنا المشروع ده اهو؟ اولا في مدخل واضح زي الشمس على ايد الشمال كبير قوي ليه ما بين ده مدخل الجمهور. يبقى انا كواحد داخل البنك اخش من هنا، دخلت لقيت في مكنه بعدي من تحتها لقيت على التفتيش، وفي موظف قاعد موظف امن
وفي جنب موظف الامن في موظف بيقول لحضرتك محتاج ايه؟ عاوز ايه من البنك؟ هقول له مثلا انا عاوز اعمل ايداع، عاوز احط فلوس. اعمل ايه؟ هيقول لي اتفضل حضرتك، هيضرب كده على المكنه ودي رقم. ويقول لي اتفضل اقعد. شايفين؟ عشان كده في جنب الباب كراسي كتير قوي. جنب الباب في كراسي كتير قوي. خلاص كده؟ طيب طبعا وانا قاعد عينيا على الشاشه اللي فيها الكاونتر. خلاص الشاشات اللي تحت الكاونتر اللي فوق الكاونتر انا عينيا عليها، شاشات اللي فوق الكاونتر. خلاص؟ بحيث لما يجي رقمي هروح للموظف اللي هو ايه؟ اللي رقمي نور عنده. طب افرض انا مش رايح عشان اعمل سحب وداع. افرض رايح عشان اعمل شهاده استثمار. محتاج افهم الشهاده ديت تمام؟ اعملها ازاي؟ طب انا هستفاد بيها ايه؟ طب هتكسر لو كسرت ايه مشاكلها؟ طب هتخلص بعد كام سنه؟ مين يفهمني؟ اللي فهمني مش الموظف بتاع الكاونتر. تمام كده؟ ما مين هيفهمني؟ اللي فهمني موظف خدمه العملاء. اهو ده. وعشان كده موظف خدمه العملاء قاعد في قلب قاعه المعاملات مع الجمهور، اهو مكان اهو. خلاص كده؟ ده المكان المقترح بتاعه. يبقى انا دلوقتي لو عاوز اعمل شهاده على سبيل المثال يعني تمام؟ قبل ما انا هعمل الشهاده هروح لموظف خدمه العملاء. خد بقى تعالى فهمني بقى انواع الشهادات ايه؟ ولو عملتها هكسب ايه؟ طب لو كسرت هخسر ايه؟ طب هتخلص بعد قد ايه؟ تمام؟ هنا مع الموظف ده. خلاص خلصت معاه، اوكي؟ عاوز امشي همشي. افرض عاوز اعمل سحب او وداع. لا عاوز اعمل سحب او وداع هرجع تاني اخد رقم عشان استنى دور الخزنه. خلاص كده؟ في موظفين هنا بقى موجودين متقسمين. في بعضهم بيتعامل مع افراد وبعضهم بيتعامل مع هيئات. خلاص كده اهوت؟ يبقى في عندي كم موظف؟ موظفين ثلاثة بيتعاملوا مع أفراد. عاوز تعمل سحب أو وداع وأنت فرد هتعامل معاهم. فبالتالي الرقم اللي هتاخده هيوديك على الشباك بتاعه. طب افرض أنا بقى جاي من شركة، مندوب شركة. شركة طبعًا هيبقى الموضوع مختلف لأن بيتعامل مع معاملات بنكية كبيرة. فبالتالي هي موظفين مختلفين في نفس الصف على الكاونتر بس مختلفين. عشان كده هتلاقينا في عمودين وفي موظفين على جنب. يعني موظفين بخصوصية معينة اللي هم دول اللي على إيدي اللي تحت دول. يبقى دلوقتي موظفين الكاونتر دول بيتقسموا لاثنين. في موظفين ليهم علاقه بالافراد وموظفين ليهم علاقه بالجمهور. ودول ثاني انواع من انواع الموظفين. الموظفين اللي انت كجمهور شايفه وتقدر تكلمه وتتعامل معاه بس مكتبه تمام كده اهوت مش في القاعه اللي انت فيها. مكتبه بعد الكاونتر. فبالتالي انت واقف ورا الكاونتر وهو واقف امام الكاونتر بالشكل دوت تمام؟ فبالتالي الفاصل بينك وبينك كاونتر وله ازاز. لكن ما ينفعش انت تعديه ولا هو يعديه. مش زي بتاع خدمه العملاء، خدمه العملاء ده مكتبه موجود في القاعه. اما ده لا ده موجود في قاعه الاداريين بس في نفس الوقت بنبص عليه، كنت بتبص عليه. يبقى ده ثاني نوع من انواع الموظفين اللي هي موجوده عندي في الاريا دي. ثالث نوع من الموظفين اللي هم دول. الموظفين بقى اللي ورا خالص دول، دول انت مش عارفينهم خالص. ولا بيتكلموا ولا بيكلموك. وفي بعضهم وانت بتشوفهم ولا بيشوفوك. خلاص كده الموظفين اللي ورا دول. زي ما انت شايف ورا اهو في مكتب متقسم اربع اجزاء وفي موظف هنا وموظف هنا وموظف هنا وموظف هنا. ومسافه تمام ما بين كل موظف قليله وفي نفس الوقت مفيش حيطه ما بين كل موظف والتاني. طيب في ما بين كل مكتب والتاني بارتيشن بسيط، بارتيشن عشان انت وانت قاعد يفصل بينك وبين اللي جنبك. لكن لو انت وقفت على حالك هتشوفه هو هيشوفك. طب ليه معمول في قاعه البنك الكبيره مفيش حوائط؟ ليه كله مفتوح بالشكل ده؟ مفتوح بالشكل ده عشان ده نوع من انواع ان كلنا بنبص على بعض. فبالتالي كلنا بنراقب بعض. ده مش بس كده، والمدير بتاعي كمان عنده كاميرا، فالكاميرا دي شايفه كله، شايفه كل واحد بيعمل ايه. وبخلاف كده حتى لو الكاميرا باظت من المدير من مكتبه لو بص هيعرف يلمح كل الموظفين في وقت واحد. يبقى دي كلها نوع من انواع ان هو انت مش محتاج تعمل بارتيشن. تمام؟ البارتيشن خفيف وصغير عشان في اي وقت عاوز تنقل المكتب هيتنقل وفي نفس الوقت كل الناس شايفه بعضها. الموظفين كلهم شايفين بعضهم والمدير بيتابعهم. فين بقى مكتب المدير؟ اهو. بص مكتب المدير فين؟ اهو. مكتب المدير في حته قمه الامتياز. ما بين الجزء المخصص للجمهور والجزء المخصص للاداريين. اقول تاني، مكتب المدير في حته في منتهى الامتياز. خلاص كده؟ ما بين الجزء المخصص للجمهور والجزء المخصص للموظفين. ده يعني الاركتكت العمل ده زي جدا. خلاص كده؟ وخد بالك الحيطه دي مش حيطه طوب. الحيطه دي بارتيشن تمام ازاز. ومش ازاز مخربش، ده ازاز شفاف. عشان المدير وهو في مكتبه يعرف يلمح
الجمهور مين متضايق مين زعلان مين مبسوط يعرف يلمحه يعرف يتابعه وفي نفس الوقت بيلمح الموظفين يبقى هو من مكانه بيلمح الاثنين خلاص كده عشان في مشكله حصلت يقدر يحلها بسرعه يبقى شايفين مكان المدير ازاي في منطقه في منطقه تمام في منطقه القوة ما بين الجمهور وبين الاداريين اهو فوق خالص طيب ورا بقى مكتب المدير في عندي سلم ورا السلم حمامات طيب وانا ابص على البلان ده هلاقي ان في عندي سلمين مش سلم واحد في سلم متلون بلون اخر وفي سلم متلون تاني اهوت بلون تاني اللي هو البني ده تمام كده اهوت السلم ده اللي هو اللون الاصفر ده موجود في قاعه المعاملات البنكيه في قلب قاعه الجمهور يبقى السلم ده اللي هيستعمله الجمهور طب انا بقى كاداري عايز اطلع فوق هستعمل نفس السلم ده؟ لا طبعا انا كاداري عشان اطلع فوق هستعمل سلم تاني اللي هو السلم ده يبقى انا دلوقتي عندي في مسارات الحركه فصل في مسارات الحركه ما بين سلم الجمهور وسلم الاداريين لازم اعمل كده لو ما عملتش كده يبقى انا ما استلمتش بنك يبقى انا تصميم البنك لازم اعمل فصل في مسارات الحركه ما بين سلم الجمهور وسلم الاداريين طيب وخد بالك انت معماري معماري معناه ايه؟ ان انت لماح خلاص كده؟ لماح بمعنى ايه؟ هو السلم ده زي السلم ده؟ لا ولا من حيث التصميم ولا من حيث التكوين من حيث التصميم ده سلم تحس يكون سلم شرفي عشان بيتعامل مع جمهور اما من حيث التكوين السلم دوت لما تيجي تبص عليه ان ديتيلز كده مش واصل دور البدروم تمام مرسوم هنا قلب ونص اما السلم الثاني اللي فوق ده سلم تحس ان هو سلم خدمي اللي هو بتاع اداريين مش شرفي وفي نفس الوقت مرسوم قلبتين كاملين يعني ايه مرسومين قلبتين كاملين؟ عاوز توصل لنا ايه؟ عاوز اوصل لك ان ممكن توصل لدور البدروم من خلاله خلاص كده؟ يبقى انا كجمهور مش هنزل دور البدروم ممنوع اما انا في الزون الاداري ممكن انزل دور البدروم دور البدروم ده خد بالك ده اللي فيه الخزن وفيه كل الحاجات الغاليه اللي انا بحافظ عليها فبالتالي ما حدش هيقدر يخش ينزل تحت غير لما يكون في موظف شغال معايا يبقى دي نقطه في غايه الاهميه احطها في الاعتبار وانا بصمم يبقى في عندي فصل في مسارات الحركه وان سلم الجمهور بادي من الارضي اما سلم الاداريين بادي من تحت طيب زي ما عملت فصل مسارات الحركه ما بين سلم الجمهور وسلم الاداريين كان واجب عليا كمان اعمل فصل في الحمامات ما بين الجمهور والاداريين خلاص كده يا جماعه يا فكره ان اعمل حمامات لاداريين وما اعملش حمامات للجمهور دي مش صح افرض في حد من الجمهور عايز يخش الحمام هيخش بقى يستاذن المدير بعد كده يمشي في قلب الاداريين بعد كده يخش الحمام هنا طبعا لا خلاص كده يا جماعه بس خد بالك البلان ده معمول قاعتين فوق بعض يعني احتمال يكون في عندي حمامات فوق لو مفيش عندي حمامات في قلب الجمهور سواء تحت او فوق يبقى عندي مشكله خلاص كده يبقى انا واجب عليا وانا بصمم البنك زي ما بعمل سلم للجمهور وسلم للاداريين او موظفين برضه هعمل حمامات للجمهور وحمامات برضه للايه للموظفين عشان عندي في فصل تام ما بين الاثنين طيب هتلاحظ لو تفتح السكتش ده في باب كده مستخبي صغير هناك خالص اهو في باب صغير كده مستخبي خلاص كده الباب ده معمول ليه الباب ده سيادتك معمول في كتير من البنوك بيعمل الباب ده اهو عشان بعد ما بيخلص اليوم بيقفل باب رئيسي بعد ما بيخلص اليوم بيقفل باب رئيسي طب قفلت باب رئيسي لسه في عندي جوه البنك بعض الجمهور يطلع منين ما انا قفلت باب رئيسي يطلع من هنا خلاص يطلع من الباب الجانبي ده الباب الجانبي ده باب مش متشاف عشان في نهايه اليوم هخرج منه جمهور اللي متبقيين ده رقم واحد رقم اثنين ممكن برضو الاداريين يستعملوه وقت الضروره ويعتبر برضو بالنسبه لي ممكن يساعدني في ان هو باب هروب وقت ما يحصل كسر الناس تجري منه طيب خد بالك بقى ان في سلم ثالث موجود ورا السلم الثاني بتاع الاداريين السلم الثالث ده خلاص كده يا جماعه ده سلم متصل بالاداره اللي موجوده عندي فوق سلم متصل بالاداره الموجوده عندي فوق عشان يوم ما يحصل كارثه هيجروا على بره على طول من غير ما حد يوقفه خلاص كده يا شباب يبقى مشروعي ملخصه هنا لا برسمه في ثلاث سلالم في سلم مخصص للجمهور رابط بالارض والاول وسلم مخصص للاداريين رابط ما بين بدروم سفلي وارضي وادوار متكرره وسلم هو موجود ورا خالص ده مش نازل بدروم طبعا ده عشان خاطر الموظفين اللي فوق يجروا على بره على طول. كل الكلام اللي بقوله ده
هقول تاني كل الكلام بقوله ده، هقول تاني كل الكلام بقوله ده ممكن يجي في الامتحان خلاص كده. فبالتالي قبل ما اخش الامتحان محتاج من كل مشروع اشتغلنا عليه، كل توبك اشتغلنا عليه، كل بحث اشتغلنا عليه، ابقى عارف سكتش مقترح بلان وسكشن عشان لما اسال اعرف ارسمه. يبقى احنا النهارده رسمنا مجموعه سكتشات ليها علاقه بالبورصه كافكار تصميميه، ليها علاقه بمباني الاداريه، وليها علاقه كمان بالبنك. وبالذات البنك اشتغلنا عليه مره سكشن مقترح ومره بلان مقترح. بس خد بالك البلان والسكشن ما لهمش علاقه ببعض، البلان والسكشن ما لهمش علاقه ببعض، عشان السؤال ممكن يسال في امتحان نفس البلان والسكشن ليهم علاقه ببعض، ممكن اقول لك دول سؤالين منفصلين، ده لوحده لوحده، اصل ده ليهم علاقه ما لهمش علاقه براحتك. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا محتاج ابص على السكشن بتاع البلان ده، عشان لو قلت لك ارسم بلان والسكشن لمشروع زي ده، لفكره مشروع زي ده، يبقى انت عارف السكشن عامل ازاي. طبعا السكشن ده موجود هنا، يعني السكشن موجود في البحث ده، خلاص كده؟ اللي عاوز يطلع عليه موجود ومتلون. اهو يا جماعه. خلاص؟ السكشن بتاع البنك اهو برضو معمول دور مدروم، عباره عن كذا دور ارضي واول في معاملات بنكيه، ودور ثاني وثالث عباره عن اضراب بس. الحاجات دي كلها موجوده معاك على فكره، موجوده بي دي اف معاكم للي عاوز يعني يبص عليها بالتفصيل وبراحته يعني. طبعا السكشن ده مش هنرسمه دلوقتي، بس انا بكلمك ممكن نستفيد فيه في امتحان. اقول لك ارسم بلان مقترح وسكشن مقترح لمشروع بنك، خلاص كده؟ فبالتالي ممكن ناخد مشروع زي ده او اي مشروع يجي على بالي يعني. استنى هجيب البلان اهو عشان افهم السؤال. البلان عندي اهو، هعمل زوم ان عليه ونسمع بسنت بتقول ايه. اتفضلي يا بسنت. ها في مدخل جمهور ماشي. الكاونتر ده في موظفين كاونتر بتاع الخزنه بيتعامل مع افراد، وفي موظفين تانيين بيتعاملوا مع شركات. في موظفين بيتعاملوا مع افراد وموظفين بيتعاملوا مع شركات، بيفصلوا بين الاثنين. والاثنين موجودين على نفس الكاونتر، بس واحد على اليمين وواحد على الشمال. ها لو حد عنده اي استفسار يرفع ايديه. لو حد عنده اي استفسار يرفع ايديه. بالمناسبه يعني اخر تقييم كويزز محلوله زي اللي بنعمله ده هيبقى النهارده ان شاء الله، كورسان طيبين يعني. الاسبوع الجاي خلاص كورسان طيبين مفيش فيه كويز. الاسبوع الجاي هيبقى تسليم بورتفوليو بتاع كل حاجه. بورتفوليو بتاع الاساينمنت الشغل اللي انا بسلمه، وكمان البورتفوليو بتاع الكويزز للي حابب يسلمه. بس يعني انا لو منك هسلمه عشان خاطر اذاكر منه. واتفقنا ان احنا هنسلم نسخه سوفت نسخه هارد. ومش هياخد نسخه سوفت غير من بسنت، خد بالك. يعني من هنا لحد الاسبوع الجاي صور شغلك كله واحفظه باسمك، نسخه بتاعت الكويزز ونسخه بتاعت الاساينمنت، يعني اثنين بي دي اف. وسلمهم بسنت، وبسنت هتديهولي الاسبوع الجاي. فمحدش يبعت لي حاجه، خلاص كده؟ انا التعامل بيني وبينك هيبقى مثال بسنت. بسنت الاسبوع الجاي هجيب لي فلاشه، هتقول لي يا دكتور دي شغل وشغل زمايلي. هاخده منك. غير كده ما اعرفكش. فلو سمحت من هنا لحد الاسبوع الجاي هتقعد مع بسنت اشوف ازاي هي هترتب معاك قصه الترام النسخه السوفت. اما النسخه الهارد هتبقى موجوده معايا، هقيمها الاسبوع الجاي انا وباشمهندس زينب باذن الله. حاضر. ان شاء الله هنزله لكم باذن الله، ان شاء الله هرفعه ونزله لكم. وانا كده كده عامل في كذا فيديو صورته في محاضره زي كده ونزلته لكم يعني تاني موجود. بس انا بحب اصور اكتر من مره عشان خاطر لو يمكن معلومه اقولها زياده، يمكن حاجه مختلفه. فان شاء الله زي ما بنزل اللي فات بتاع النهارده هنزله، وبتاع الاسبوع اللي فات برضه ان شاء الله ربنا يقدرني وهحمله لكم باذن الله. حد عنده اي استفسار بخصوص البنك؟ اي استفسار بخصوص البنك؟ انا بس ايه عشان يعني ايه انا عاوز اتكلم معاكم بالامتحان، بس يعني ماجل الامتحان الاسبوع الجاي عشان خاطر يبقى اكتر عدد من الناس موجود. ان شاء الله الاسبوع الجاي هكلمك امتحان بالتفصيل الاسبوع الجاي باذن الله. بس لو حد عنده اي استفسار باللي احنا بنتكلم عليه يرفع ايديه، مفيش عندي مشكله. خد بالك بس برضو من حاجه بفتكرها دلوقتي. الامتحان بتاعنا هتلاقي دايما اي سؤال بساله لك مرتبط بنظام الانشاء، خلاص كده؟ يعني هقول لك مثلا يعني ارسم لي بلان لبنك مع توضيح نظام الانشاء. بص نظام الانشاء واضح ازاي؟ ده عمود ده عمود ده عمود وده عمود وده عمود وده عمود وده عمود، تمام؟ وبين الاعمده مساحه كبيره عشان دي قاعه بتاعت الجمهور، خلاص كده؟
فبالتالي ممكن النظام الانشائي زي دوت ممكن يكون باند بيم عشان يديلي مساحه كبيره وفي نفس الوقت الاعمده موجوده على الاركان. وممكن برضو لو انا عاوز مساحه اكبر واكبر اعمل فريمات. فبالتالي كتير من البنوك بيعمل فكره الباند بيم وبيعمل فريم. في البنك صعب ان انا اشتغل كاميرا وعمود، يعني هيقيد حريتي. وبرضو يعني لما هاجي اشتغل فلات سلاب برضو مش هيديني العامله تبقى مسافه كبيره، بس بالنسبه لي فلات سلاب افضل من الكاميرا والعمود عشان حته التكييف المركزي وحته الاسلاك اللي ماشيه معايا ما بين السقف العادي والسقف الايه؟ الاساسي والسقف العيره او السقف اللي هو ساقط. فخد بالك، يبقى انا دلوقتي لما اجي اذاكر على الستراكشر سيستم في اي مشروع بقى، يبقى كل مشروع انا هذاكره هفكر كده النظام الانشائي اللي ممكن اتحط فيه. انا من وجهه نظري ممكن مشروع البنك ده يتحط فيه بانل بيم وممكن يتحط فيه فريمات. واضعف الايمان هيكون فلات سلاب، اضعف الايمان، يوم ما انا باخد مبنى يعني ايه عماره وعامل تحتيه بنك وهو اصلا مش مصمم بنك، فانا يوم ما هاجي اختار هختار عماره تكون محلوله فلات سلاب، عشان القمر ده هيعكسني فمش هينفع يخليني تمام؟ ابقى حر. حد خلص؟ حد خلص؟ عشان احنا عندنا دلوقتي حاجات مهمه هتتقال. زمايلنا ربنا يكرمهم، وده اخر بحث هيتناقش بتاع المطارات والمحاكم والمحطات، بحث في منتهى الاهميه.